الرئتان تتنفس من
عندكم هواء نقيا فأنا أتنفس جيدا صحيا. هواؤكم يفيد صحتنا. وشجرا كثيفا الأشجار أيضا تساعد على التنفس الصحي. أيضا هناك أشجار فوق الظلال إلى غير ذلك. فهل وثمر نحس أحسنتم. فهل تقبلني صديقا؟ قال الرسول ياسين هل تقبلني صديقا؟ فقال ياسين مرحبا بك. إذن هذه الكلمة عندما يأتي الضيوف إلى بيوتنا ماذا نقول لهم؟ عندما يأتي ضيف إلى بيتنا ماذا نقول؟ مرحبا بك. أو ماذا نقول أيضا؟ مرحبا أو؟ السلام عليكم. ليس السلام. أهلا. أهلا سفيان ليج. أهلا. أهلا. إذن مرحبا بك أو أهلا بك. عندما يأتي إلينا ضيف إلى القسم أيضا تلميذ جديد التحق بقسمنا، هناك تلميذ جديد، فماذا نقول له؟ هل نقول له لماذا أتيت إلى قسمنا؟ هل نقول ذلك؟ لا. ماذا نقول؟ مرحبا بك. مرحبا بك، ستصبح زميلا لنا أو صديقا لنا، مفهوم؟ إذا هذا بالنسبة لنفهم، نفهم هي ما نقرأ هنا فهمنا، هناك حوار، هناك